السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو إن شاء الله درس التقنية الاعتيادية للضرب في نطاق الأعداد من 0 إلى 999999 تكنيك أوزيال دو ملتيبليكاسيون دي نومبر. تكنيك أوزيال هي التقنية الاعتيادية دو ملتيبليكاسيون ديال الضرب دي نومبر ديال الأعداد. هاد الدرس هذا هو الدرس التاسع في كتاب الجيد في الرياضيات المستوى الرابع. إذا في هذه الحصة غادي نديرو إن شاء الله صفحة رقم 46. أكتشف 8 رقم 1. اشترت تعاونية مدرسية محفظات لسبعة وعشرين تلميذا بثمن 384 درهما للمحفظة الواحدة. إذا هذه التعاونية المدرسية اشترت 27 محفظة، لأن عندي 27 تلميذا يعني 27 محفظة، كل محفظة الثمن ديالها 384 درهما. إذا سنحسب يعني المبلغ الذي أدته التعاونية. قدمت الأستاذة ثلاث طرق لحساب المبلغ الذي أدته التعاونية. إذا المبلغ الذي أدته التعاونية سنقوم بضرب 384 درهما في 27، لأن عندي 384 درهما 27 مرة، لأن عندي 27 تلميذ. إذا سنحسب هذه الجزء هذا بثلاث طرق مختلفة. استعينوا بجدول الضرب وأكمل. إذا هنايا الطريقة الأولى، سنفكك، عندي 384 درهما نفككها، هي 300 زائد 80 زائد 4. 300 هي يعني المئات، عندي ثلاثة المئات، 8 ديال العشرات و 4 وحدات، إذا 300 زائد 80 زائد 4. ثم بالنسبة ل 27 أيضا سنفككها، هي 20 زائد 7. وفي هذه الطريقة سنضرب 20 في 300 زائد 80 زائد 4، ثم 7 أيضا في 300 زائد 80 زائد 4. إذا 384 في 27، إذا سنضرب 300 زائد 80 زائد 4 في 20، 20 في 4 هي 80، لأن كنضربو غير 2 في 4 هي 8 وكنزيد صفر. ثم 20 في 80 كنضرب غير 2 في 8 هي 16، كنكتبها وكنزيد شحال عندي من صفر، جوج ديال الأصفار هي 1600، كنوضع الأصفار على اليمين. ثم عندي 20 في 300، 20 في 300 كنضرب غير 2 في 3 اللي هي 6، وشحال كنزيد من صفر؟ 1 2 3 كنزيدهم على اليمين، يعني 3 ديال الأصفار هي 6000. ثم نمر إلى 7 في 300 زائد 80 زائد 4، إذا عندنا 7 في 4 هي 28. ثم 7 في 80 كندير غير 7 في 8 هي 56، ثم كنضيفو الصفر هي 560. دابا 300 في 7 كندير غير 7 في 3 هي 21، وعندي جوج ديال الأصفار كنزيدهم هي 2100. إذا دابا غادي نجمعو هذا بوحديتهم، هادو بوحديتهم، هاد ثلاثة الأعداد بوحديتهم، وهاد ثلاثة الأعداد بوحديتهم. إذا يمكننا نجمعوهم غير هكذايا بلا ما نوضعو العملية، نجمعو غير الوحدات مع الوحدات. هنا عندي صفر زائد صفر زائد صفر هي صفر. ثم هنايا العشرات، عندي هنا 8 زائد صفر هي 8 زائد صفر، كتبقى 8. نمر إلى المئات، هنا ما عنديش المئات، هنا عندنا 6 وهنا عندنا صفر، 6 زائد صفر هي 6. ثم الآلاف، عندي 1 زائد 6 هي 7، إذا 7680. نمر إلى الأعداد الموالية، عندي 1100 زائد 560 زائد 28، نفس الشيء، غادي نجمع الوحدات الأولين، إذا 8 زائد صفر هي 8 زائد صفر هي 8. ثم العشرات، هنا عندنا 2 زائد 6 هي 8 زائد صفر كتبقى 8. ثم نمر إلى المئات، هنا ما عنديش المئات، هنا عندنا 5 زائد 1 هي 6. ثم الآلاف، هنا ما عندناش الآلاف، هنا ما عندناش الآلاف، إذا الآلاف كتبقى هي 2، رقم الألف واثنان. دابا غادي نجمعو 7680 زائد 2688. هنايا عندنا الاحتفاظ، من الأحسن أننا نديرو العملية باش ما نخطئوش. إذا غادي ندير 7680 زائد 2688. صفر زائد 8 8، 8 زائد 8 16، أكتب الستة وأحتفظ بالواحد.
واحد زائد ستة سبعة زائد ستة ثلاثة عشر، أكتب الثلاثة وأحتفظ بالواحد. واحد زائد سبعة ثمانية زائد اثنان عشرة، غادي نكتبوها كاملة. إذن المجموع هو 10368، نكتبها إذن 10368. هذا هو الجداء، يعني هذه هي النتيجة ديال 384 في 27. دابا الطريقة الثانية، الطريقة الثانية يعني أنني كنوضع العملية هكذايا وكندير 7 في 4 ثم 7 في 7 في 80 ثم 7 في 300، يعني هادو اللي كتبنا هنايا هكذايا افقين كنوليو نكتبهم هكايا عمودين وكننجمعوا الوحدات العشرات المئات، يعني بلاص ما كنجمع كل ثلاثه بوحديتهم هنا كنجمعهم كاملين بستة. إذا عندي 7 في 4 هي 28، دابا 7 في 80 هي 560، غادي ندير هنايا 7 في 80 هي 560. دابا 7 في 300 في 300 هي 2100. كيف ما قلنا كندير 7 في 3 هي 21 وكنزيد جوج ديال الاصفار، يعني فاش كيكون عندي الاصفار كنسهل عليا العمليه، كندير غير 7 في 3 هي 21 وكنضيف جوج ديال الاصفار على اليمين هي 2100. دابا هنايا عندي سالينا مع 7، دابا غادي ندوزو ل 20. 20 في 4 دائما كندير 2 في 4 هي 8 وكنزيد صفر هي 80. دابا 20 في 80، إذن 20 في 80 شنو غادي نديرو؟ 2 في 8 16 وكنزيدو جوج ديال الأصفار ونكتبو الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات بطبيعة الحال، المئات تحت المئات. ثم هنا عندنا 20 في 300، إذن كندير غير 2 في 3 اللي هي عفوا في 300، كندير غير 2 في 3 اللي هي 6، وشحال كنضيفو ديال الأصفار؟ واحد اثنان ثلاثة، ها الصفر الأول والثاني والثالث. دابا غادي نجمعو الوحدات ثم العشرات، إذا بالنسبة للوحدات عندي 8 زائد صفر هي 8، يعني كلشي أصفار 8 عفوا، ثم اثنان زائد ستة 8 زائد 8 16 زائد صفر كتبقى 16، أكتبو الستة وأحتفظو بالواحد. ثم هنا عندنا واحد نمر إلى المئات، واحد زائد خمسة ستة زائد واحد ثمانية زائد ستة 14، إذن كتبقى 14. واحد زائد خمسة ستة زائد واحد سبعة زائد ستة 13 زائد صفر كتبقى 13، أكتب الثلاثة وأحتفظ بالواحد. دابا نمر إلى المئات، واحد زائد اثنان ثلاثة زائد واحد أربعة زائد ستة 10، كنكتبوها كاملة. إذا نفس النتيجة اللي خرجت لنا هنايا 10368. نمر إلى الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة هي أننا كنوضعو العملية عادية مباشرة، كندير 7 في 4 28، يعني هنايا كنديرو النتيجة ديال 7 في 384 في 7، إذا غادي نكتبوها 384 في 7، النتيجة ديالها هي 2688. إذا كندير 7 في 4 28، كنكتب 8 ونحتفظ بالإثنان، 7 في 8 56، 2 58، كنكتب 8 ونحتفظ بالخمسة، ثم 7 في 3 21، 5 26، إذا هي هذه النتيجة ديال 384 في 7. دابا في السطر الثاني كنديرو النتيجة ديال 384 في 20. أو 20 في 384 نفس الشيء. إذا هنايا دائما فاش كيكون عندنا صفر، صفر في الـ في الـ في الآخر، يعني كندير غير 384 في 2 وعاد كنزيد صفر من بعد، هو هذا الصفر اللي زدنا، نديرو غير 2، هذا الصفر هذا هو درناه، 2 في 4 8، 2 في 8 16، كنكتب 6 وكنحتفظ بالواحد، 2 في 3 6 والواحد 7. دابا سنقوم بعملية الجمع، 8 زائد 0 8، 8 زائد 8 16، أكتب الستة وأحتفظ بالواحد، نحتفظ بها هنايا، ثم 1 زائد 6 7 زائد 6 13، أكتب الثلاثة وأحتفظ بالواحد، 1 زائد 2 3 زائد 7 10، إذا
النتيجة هي أولى الجداء 10368، نفس النتيجة اللي خرجت لنا هنايا ونفس النتيجة اللي خرجت لنا هنايا. يعني في هذه التقنية الاعتيادية غادي نبقاو نعتمدوا على هذه الطريقة، هذه هي اللي غادي نبقاو نعتمدوا. يعني هذا الصفر هذا دابا عرفناه منين جا، يعني أنني كندير 20 في 384، كنحط الصفر هنايا هو الأول على اليمين، وعاد كندير غير 2 في 384. يعني هنايا كيفاش كنبقاو نديرو، إما كندير صفر أولا كندير نقطة. دابا غادي سنمر الى باء، استخدم التقنيه الاعتياديه للضرب لحساب الجداءات التاليه. اذا سنبدا عندي 652 في 17، نبدا بالوحدات يعني 7 في 2 14، اكتب الأربعة واحتفظ بالواحد، ثم 7 في 5 35، والواحد 36، اكتب 6 واحتفظ بالثلاثة، 7 في 6 42. وبطبيعة الحال يمكن الاستعانة بجدول الضرب، ولكن من الأحسن أنكم تبدأوا تحفظوا جدول الضرب شوية بشوية، يعني باش تكونوا حافظينه. إذا 7 في 6 42 و3 45. دابا كنديرو الصفر ديال هنايا اللي عندي في العشرات، لأن هذه راها 10 ماشي واحد، 10 في 652، كندير الصفر أو كنديرو النقطة اللي بغينا. فتديرو الصفر كديرو، يعني نفس النتيجة كتكون 1 في 2 2، ثم 1 في 5 5، 1 في 6 6، ونقوم بعملية الجمع. 4 زائد 0 هي 4، 6 زائد 2 8، 5 زائد 5 10، اكتب الصفر واحتفظ بالواحد، 1 زائد 4 5 زائد 6 11. إذن الجداء هو 11,084. نمر إلى العملية الموالية، عندي 593 في 85، دائما كنبداو من الوحدات، 5 في 3 هي 15، أكتب الخمسة وأحتفظ بالواحد، ثم 5 في 9 45، والواحد 46، أكتب 6 وأحتفظ بالأربعة، 5 في 5 25، والأربعة 29، نكتبوها كاملة. نمر إلى السطر الثاني، السطر الثاني غادي نديرو فيه النتيجة ديال 80 في 593. إذا غادي ندير هنايا الصفر ديال هنايا، غادي نديرو يعني ديال 80، يعني غادي ندير الصفر ونضربو غير 8 في 3 هي 24، نديرو الصفر أو نقطة، 8 في 3 24، أكتب الأربعة وأحتفظ بالإثنان، 8 في 9 72، والإثنان 74، أكتب الأربعة وأحتفظ بالسبعة، 8 في 5 40 زائد 7 47. سنقوم بعملية الجمع، 5 زائد 0 5، 6 زائد 4 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد، 9 زائد 1 10 زائد 4 14، أكتب الأربعة وأحتفظ بالواحد، 1 زائد 2 3 زائد 7 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد، 1 زائد 4 5. إذا 50,405، هذا هو الجداء. ثم العملية الموالية والأخيرة، 384 في 27، 7 في 4 28، دائما كنبداو بالوحدات، أكتب 8 وأكتب 8 وأحتفظ بالإثنان، 7 في 8 56، زائد 2 58، أكتب 8 وأحتفظ بالخمسة، ثم 7 في 3 21، والخمسة 26، نكتبوها كاملة. ثم نمر إلى السطر الثاني، نديرو نقطة أو صفر، 2 في 4 8، ثم 2 في 8 16، أكتب 6 وأحتفظ بالواحد، 2 في 3 6 زائد 1 7، ثم نجمع 8 زائد 0 أو زائد لا شيء، 8 8 زائد 8 16، أكتب 6 وأحتفظ بالواحد، 1 زائد 6 7 زائد 6 13، أكتب 3 وأحتفظ بالواحد، 1 زائد 2 3 زائد 7 10.
إذن الجداء هو 10368، وهكذا نكون قد أنهينا صفحة رقم 46. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. ما تنسوش تشاركوا في القناة وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. مع السلامة.